رياضة فن وأدب والتراث لكويت بنسأل جاوب وبتربح ويانا كاشك بيدك بس خلك معانا اتصل ولك الألو لا تحلي ترى علينا الحلو كل من يشارك بفورزا مضمون ترى فورزا عبد الله وماني من فورزا على القناة الثالثة عبد الله وماني من فورزا على القناة الثالثة عبد الله وماني من فورزا على القناة الثالثة مساء الخير مشاهدينا ويا هلا ومرحبا فيكم بحلقه جديده من برنامج المسابقات الجماهيري فورزا باليوم الثاني. مساك الله بالخير امان يعطيك العافيه. الله يعافيك. مساك الله بالنور عبد الله ومساء الخير ومساء الحيويه والنشاط. اي أيوة والله حيويه طبعا مستانسين لان امس يعني من خلال انطلاق اول حلقه معاكم الفورزا فازوا معنا ما شاء الله 10 فايزين وربحوا 30 دينار نقديا وكاش من وزاره الاعلام، فالكل يقدر يشارك معنا فورزا ويربح من خلال مسابقاتنا وجوائزنا القيمه. خلينا نذكر مشاهدينا بدايه برقم الاشتراك معنا في البرنامج 2241-2602، اعيد لكم اياها مره ثانيه 2241-2602، والمخرج طبعا ناصر قاسم حاط لكم الرقم على الشاشه. على الشاشة وفالكم طيب وعندكم اليوم 10 جوائز مقسمة على فقراتنا اللي دائما احنا اكيد تعودنا ما بين فاصل وفاصل ندش في فقرة حلوة واسئلتنا تكون سلسة وسهلة. قبل الله نتكلم عن كل شيء بالبداية خلنا نسألك اماني شلون كانت اصداء البرنامج يعني بصراحة؟ روعة صراحة عبد الله يعني انا على الربع الديوانية يقول كلهم متابعين البرنامج ومستانسين ونصهم شاركوا. الكل متابع والكل حافظ اغنية فورزا ومتفاعل مع اجواء البرنامج واحنا نقول لكم اليوم هم بعد تقدرون تشاركون وتتصلون علينا اول باول لا واللي يشد حيله ويدق اول شيء هو اللي راح يربح معنا. امس طبعا انا قلت لكم ان عندنا فقره من فقراتنا اسمها ركن الطيبين، هذا الركن عاد يموتون عليه الشياب، وايد حلو وشيء تراثي وشيء وايد حلو. في البدايه طبعا شكر خاص جدا خاص للباحث في التراث الكويتي الاستاذ محمد علي كمال يعطيه العافيه، جاب لنا طبعا امان اليوم شغلات وايد حلوه تراثيه قديمه اصليه، يعني راح تشوفين حتى صدى فيها. الله. واليوم عاد راح نسال الجمهور هالاسئله الطيبه ويجاوبون علينا، واللي يكون قد المشاركه وقد التحدي راح يقبض 30 دينار كاش مقدمة من وزارة الإعلام. كلكم قد التحدي وقد أكيد المنافسة ونبيكم تتصلون وتدقون وتشاركون وكتفوا اتصالاتكم أول بول. نعم. وأسئلتنا سهلة إحنا نبي نفوز. نعم. الكل أمس عبد الله ما قصر ويعني ساعد ساعد البعض وطبعا هم بعد يعطي العافية على الصبع الأحمر اللي ها لي وصلنا لعشر ثواني عبد الله صار ترك بالليت الأحمر. حلو عشان كذي اماني وايضا اماني بنذكر مشاهدينا عندنا دائما سؤال حلقه يمكن راح نطرحه اليوم عندنا سؤال حلقه اللي راح ان شاء الله مشاهدينا او متابعينا من خلال انستغرام هاشتاج فورزا يجاوبون على البوست اللي حاطينه الشباب في هذا الاكونت. اكيد واسئلتنا راح تكون متنوعه راح تكون اسئله عن دول حروف وكلمات واسئله عن الرياضه عاد اللي يتصل هو وحظه يا يصادفه احد من هالاسئله هذه. امس احنا كنا فرنسا صح؟ اي فرنسا. اليوم دوله خليجيه نحبها كلنا البحرين الحلوه. البحرين الحلوه البحرينيه. الله حلوه شويطر ها؟ شويطر ما يبي للكل راح البحرين عبد الله عدل اكيد رحت البحرين. اكيد قبل ما ناخذ اتصالاتنا اماني خلينا نطلع فاصل. نطلع فاصل. مشاهدينا فاصل مع فورزا ونرجع لكم مع التحدي. مستمرين معاكم مشاهدينا مع التحدي والمنافسة بفورزا أماني. حلو.
هلا الشباب. طبعا داخل كنترول يقول ضغط على الاتصالات اليوم، اوكي، بس اليوم بناخذ اكبر كميه من المتصلين اليوم، والكل ان شاء الله يكون ربحان معانا في فورزا. في فورزا ما راح تكون خساره، راح تكون انت الربحان. بادر واتصل، وان شاء الله راح تكون اسئلتنا اول باول سهله معاكم. ما عليك الا بس الدق، نبيك تكون كلك باور، فكر وركز ورد علينا بسرعه، وما في اي اختيارات لك. خلينا عندنا اتصال، عطوي بتكلم. اخذ الاتصال. ومعانا اتصال. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام، بارك عليك الشهر. علينا وعليك انت بارك. كل عام وانت بخير، شلون رمضان وياك؟ والله الحمد لله. حلو، ممتاز. بداية عرفنا عن نفسك. فواز الظفيري. ما اسمع؟ فواز الظفيري. فواز الظفيري، والنعم فيك يا فواز. فواز اكيد مستعد وجاهز حق اسئلتنا، عدل؟ انزين، عندك فكرة عن المسابقة؟ اي نعم. حلو، راح اعطيك اول سؤال، وسؤالك ان شاء الله راح يكون سهل. السؤال راح يكون عن الاحرف والكلمات. مسابقتنا هي الاحرف والكلمات. بداية السؤال يا فواز، حرفك راح يكون حرف الالف، ركز معي، والمكان راح يكون جسم الانسان. عطني اربع اشياء تبتدي بحرف الالف بجسم الانسان. يلا يا فواز، يلا فواز تنشط شوي، عطنا التايم. التايم معاك. اذن. حلو حلو، ممتاز. باقي ثلاثة فواز، ايش فيك نايم اليوم؟ نايم فواز، ثلاثة باقي بسرعة. اسرع فواز. فواز أسرع. اذن، يلا روح. ها ليش؟ شوف قاعد اشر وين؟ شوف غششنا. قاعد اغششك. ها شوف انا اشر، قالت لك اماني انف. يلا اثنين باقي، اثنين بسرعة. أنا يلا والله، يلا قلنا اذن وانف، بعد شنو في اثنين؟ واللي يرحم والديك تكفى. وين صبعك الاصبع؟ ها وانتهى الوقت، وانتهى الوقت اليوم يا فواز. ما حالفك الحظ. اتمنى تشارك مره ثانيه فواز باذن الله. ما كان ما مو نايم؟ لا نايم، مثقل اليوم، ما كثر فطور ولا شيء، ما ادري ايش عن فواز سالفته، بس اتمنى انك تشارك معنا مره ثانيه وتربح معنا باذن الله تعالى. اليوم انا اشوف، خلينا ناخذ اتصال. افراح، افراح شكلها نشيطه اليوم. افراح كلها افراح. افراح مساء الخير. افراح يعطيك العافيه. يعافيك ربي ويخليك يا رب. شلونك؟ طيبه؟ والله الحمد لله بخير. افراح شلون رمضان وياك؟ شلون الفطور؟ والله الحمد لله تمام. شلون؟ ما سمعت. والله الحمد لله تمام. الحمد لله رب العالمين. يمشي بسرعه بسرعه. زين، متى اخر مره شاركت ببرنامج في مسابقات وربحتي بصراحه؟ لا لا صراحه ما شاركت ولا برنامج. صدق؟ لا عيل، لا عيل. انا من اشد المعجبين فيكم بصراحه. اول مشاركه نتشرف. افراح، اول مشاركه لها معنا فرصه. دامج على قولتهم معجبه، راح نربحك اليوم. افا عليك، حاضرين. بس ها ما تقصر، قد التحدي تكونين. بسألت سؤال وجاوبين مع وجاوبين عليه خلال 30 ثانيه. يا رب ان شاء الله. اوكي، احرف وكلمات. اوكي، احرف وكلمات. عطنا السؤال مخرجنا، حرفك حرف الباء. اوكي، والمكان هو الغابه. شنو شيء بالغابه يبدا بحرف الباء؟ يا افراح. بغبغاء. اوكي بغبغاء صح. بركه صح. اثنين باقي، اثنين. بطه. يلا اوكي باقي واحده. عاشت افراح. برج بالغابه ما يصير. غير برج بسرعه. 15 ثانية. بحيرة. الله عليك، الله عليك، الله عليك يا أفراح. فورزة، ألف مبروك، ألف مبروك يا أفراح. 30 دينار كاش مقدمة من وزارة الإعلام. هذه المتصلين، هذه الناس اللي تتصل كل شيء داشة. يعني فواز داق علينا ترى كان نايم، والله قاعدين غصب برقع في فواز. عيد الاتصال ان شاء الله وراح تفوز ثاني مره، انا متاكده وراح يكون كله باور ان شاء الله. تستاهل 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 افراح، وان شاء الله يا رب كل متصلين يفوزون معنا اليوم. عندك رزان، رزان شكلها نشيطه. رزان مساك الله بالخير رزان. الو معنا رزان. هلا والله، مساك الله بالخير يا رزان، ومبارك عليك الشهر. علينا وعليك تبارك. شلون رمضان وياك؟ تمام الحمد لله. الطبق المفضل اللي على الفطور تحبين تاكلينه شنو هو؟ الورق عنب. ما اسمع. الورق عنب. الف عافيه عليك يا رزان. حلو، تام ورق عنب. عين رزان شكلها مخففه اليوم، راح تجاوب على سؤالنا بسرعه. معطي رياكشن قوي، احس انها اليوم دايخ. لا لا هي دايخه مو انا. لا لا ان شاء الله رزان قد التحدي ان شاء الله، قدها وقدود. حلو، عندك فكره عن المسابقه عدل؟ حروف وكلمات. ايه حلو، حرفك راح يكون يا رزان حرف الثاء، والمكان بيت. عطينا اربع اشياء موجوده بالبيت يبتدي بحرف الثاء، وعطنا التايم مخرجنا. ها ثريا. ثريا صح، ممتاز. باقي ثلاثه. ليش بس؟ لا يلا يا رزان، حرف الثاء اسرع. ثاء
ثلاثة باجي لك. نامت وينك؟ فكري رزان. رزان ركزي يلا. ركزي. سهل أي شيء بالبيت يبدأ بحرف التاء. ثوب. يلا ساعدناك بوحدة. ثوب هاي اثنين باقي اثنين. موجودة بالبيت أي شيء موجود بالبيت. شنو؟ بس راح تسوي. هارد لك يعني ما ادري ايش فيس كذا قالت ثريا بس ما عرفت يعني هل البيت كله ما في الا ثريا شو السالفه ما ركزت ترى المسلسل ما سعد عبد الله الظاهر ما ركزت عدل يلا ما يخالف هارد لك وان شاء الله تتصل مره او مرتين هم في ناس امانه بالبدايه يدش لك عنده باور عنده طاقه وكذا بس يمكن يجاوب شيء واحد يتنشن قاعد تفكر كانت قاعد اشجعك وقاعد اسهل عليك يعني وايد برنامج وايد سهل يا جماعه بالذات عندنا فقره احرف كلمات وايد سهله يعني بس مجرد انك تركز بالموضوع ومعك تايم وتجاوب ترى سهل يعني عادي تقبض كاش ايش تبي بعد عدل كاش واسهل من كذي ماكو ولا يعني لا تشغل بالك بشيء ثاني دش جوجل انترنت او اي شيء لا هذا راح يضيع وقتك وحاول تستعين باللي يمك اهلك ربعك اصدقائك اي كان امان انت مسوعبه ما عندنا لا فايز واحد للحين بس ترى عندنا فايزين يا جماعه تسع جوائز ترى تنطبق امس 10 فايزين بفورزا 10 اشخاص فايزين بفورزا قبضي 30 دينار كاش صوتي راح انا الصراحه صوتك راح 10 جوائز 30 دينار وزاره الاعلام اتصلوا وكتفوا اتصالاتكم ان شاء الله الكل يفوز وفالكم طيب باذن الله تعالى انا ودي اخذ اتصال الجاي اوكي ايمان ايمان مساك الله بالخير مساك الله بالنور شلونك ايمان مبارك عليك الشهر علينا وعليك ايمان عارف نظام مسابقتنا لا ما اقول لك اياها مسابقتنا معتمده كلها على الوقت عندك 30 ثانيه من اسئله السؤال اوكي بس خلص دائما متهيئه للسؤال يعني ما تخربطين ولا هذا التنشنين اوكي يعني 30 ثانيه وتجاوبين ماشي بس أو بالبدايه قولي شلون رمضان وياك اليوم والله حلو خفيف خفيف والفطور كان خفيف ولا ثقيل لا خفيف حلو خفيف خفيف ونيس ها على قولة اماني اوكي عطنا سؤالنا للمخرج عطنا سؤالنا حرف الجيم حرف الجيم ها اوكي حرف الجيم حرف الجيم والمكان هو مزرعه اي شيء بالمزرعه يبدي بحرف الجيم اعطيني ثلاث اشياء بسرعه ثلاث اشياء يلا ثلاث اشياء تبدي بحرف الجيم داخل مزرعه تايم وياك جزر شنو جزر اوكي جزر اوكي باقي ثنتين جاموسه شنو جاموسه ما اسمع جوافه تقول جمل ما سمعت جاموسه اوكي جاموسه اعطيني واحده يلا مو مشكله بعد واحده عندي جمل جمال اوكي تمشي الف مبروك فورزه فورزه تسهلين الف مبروك الف مبروك اوكي هي اخر شيء ترى ما سمعتها انا عدل قال جمل بس صح تمشي قال جمل جاموسه جزر عدل عشان ما نكون ظلمنا حد جمل جاموسه جزر قال عدل عليها بالف عافيه 30 دينار كاش مقدمه من وزاره الاعلام الف مبروك عليك عليها بالف عافيه ويستاهلون ما يخالف دام انها جاوبت اول سؤال سؤالين ثلاث يعني الاجابه اعطتنا الاجابه فاحنا نبيكم كذي بسرعه بسرعه تحاولون كثر ما تقدرون تستغلون الوقت 30 ثانيه ترى ها يعني ما يمديك يبي لك تفكر وتركز عدل حلو يلا معنا الحين بعد يمكن قبل لا ناخذ يعني اتصال خلنا نطلع فاصل ونرجع مع التحدي والمنافسه فورزا
مستمرين معاكم مشاهدينا مع التحدي والمنافسة بفورزا. بذكركم برغام هواتفنا عشان تتواصلون معنا 2241-26-02. كون قد التحدي وشارك معنا. شارك معنا ولا تردد كثر ما تقدر تتصل وركز معنا أول بأول حق كل سؤال 30 ثانية. وإذا فزت ويانا عندك 30 دينار كاش نقدي من وزارة الإعلام. زين شلون طريقة الاستلام مالت الجوائز؟ الاستلام بعد إن شاء الله عيد الفطر السعيد تقدرون تستلمون جوائزكم من وزارة الإعلام قسم المحاسبة المالية. الله يعني شو شيء برستيج بس. عيدية عيدية. المالية في وزارة الإعلام يعني تبون بعد. والله بسهل لكم الأمور. والربع ان شاء الله ما يقصرون وياهم يدخلون يستقبلونهم بسرعه وعلى طول 30 دينار تاخذها كاش. كاش تستاهلون كل خير وعليكم بالف عافيه. راح تكون معنا اليوم اتصالات ونبي تحدي اكثر ونبي الكل يتصل علينا واسئلتنا لا تحاتون خفيفه على القلب وسهله. تسليم الجوائز بعد العيد. بعد العيد تحدينا برمضان يا جماعه اللي ربع 50 نص نص الشهر لا بعد العيد تسلم جائزتك. بعد العيد تاخذ جائزتك وعليك بالف عافيه. الحين شنو نروح؟ انزين نتكلم عن فقره الطيبين ولا ناخذ اتصال؟ ايش رايك؟ ناخذ اتصال. معنا اتصال مخرجنا. معنا اتصال بس خلينا ناخذ دول. يلا نغير ناخذ دول. في عندي اذا 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 طلعت معي متصله بعطيها سؤال من عندي سبيشل لها خاص يخص البنات. كيفك امان؟ كيفك متصله او متصله؟ خلينا نشوف. الو الو يعطيك العافيه. الله يعافيك مساك الله بالخير ومبارك عليك الشهر. صابي على عيل علينا عليكم تبارك ان شاء الله. يسلمك يا رب. شهر رمضان وياك. والله الحمد لله الحمد لله. متابعنا من اول حلقه؟ اي نعم. ممتاز حلو. علي عيل عندك فكره عن اسئلتنا والمسابقات؟ والله عندي فكره. ممتاز. تبي انا الحين بعطي خيارات، تبي مسابقه حروف وكلمات ولا اسئله عن الرياضه؟ رياضه ولا حروف وكلمات؟ والله تبي الصراحة تبي تربح أخذ رياضة. رياضة أنت رياضي؟ رياضة. سهل الرياضة. رياضي ولا مو رياضي؟ إيه نعم رياضي. ممتاز. عين نعطيه سؤال رياضي. خرجنا سؤال رياضة فقرة الرياضة. السؤال يقول كم مرة حقق فريق نابولي الإيطالي لقب الدوري الإيطالي؟ نابولي كم مرة حقق الدوري؟ أعطنا التايم وخرجنا. بلش التايم. عندك 30 ثانية علشان تجاوب. اسال يمك ما اسمع حماس توين قاعد دوانيه. يلا ها. فكر شو تشجع اي فريق؟ شو تشجع اي فريق انت؟ دوري الايطالي مرتين وصح الله 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 عليك مبروك الف مبروك عليك تستاهل فوز. الف مبروك عليك ترى ما كان باقي له شيء باقي لك 3 ثواني يطلع اوت. في احد ممتاز بالعكس ليش لا اذا كان في احد يمه يقدر يساعدك او يعطيك معلومات هم بعد نقول لكم ما يمنع ان اللي يمكم اهلكم يساعدونكم بالجواب عشان نشتغل 30 ثانيه. الف مبروك عليك 30 دينار يستاهل نقدي كاش مقدمه من وزاره الاعلام. تبي نكمل فقره الرياضه ولا نكمل؟ براحتك عاد الحين السؤال عندك انت اختار. خلينا نشوف. ها شو اسهل على مزين الرياضه هم سهل. يلا رياضه جو هيد اعطيهم رياضه. رياضه يلا يلا. عبد الله عبد الله مساك الله بالخير. العبد عبد الله وين عبد الله؟ عبد الله نعم عبد الله نعم صح. العبد شلونك؟ وياكم وياكم مبارك عليك الشهر. علينا وعليك تبارك. شلون صحتك؟ والله بخير يطول لي بعمرك. شهر رمضان وياك؟ الحمد لله تمام. العبد عندك فكره عن برنامج فورزا؟ والله انا قاعد اشوف برنامج اغلبيه يتكلم عن الرياضه. اوكي تعرف شنو كلمه فورزا؟ لا والله هذا مو سؤال معلومه لك. فورزا يعني فوز بالايطالي. اكتب فورزا حط هاشتاج فورزا يطلع لك اكاونت يطلع لك شنو معنات فورزا راح تشوف انه فوز بالايطالي كلمه يعني مشهوره. عموما مو هذا بيت القصيد على قولتهم. المهم شوف فطرت اليوم ثقل اليوم ولا ها برنامجنا يبي له سرعه يبي له سرعه بديهه وتفكير شنو قاعد تهرول؟ ماكو اشكال فطورك خفيف؟ ضحكتني والله. تسوي رياض رمضان زين؟ الحمد لله الحمد لله الحمد لله. زين بعطيك سؤال عن الرياضه اوكي. السؤال الثاني مخرجنا جهز السؤال الثاني بالرياضه. يلا جاهز. كم مره اقيمت بطوله كاس الخليج منذ انطلاقتها؟ معك التايم 30 ثانيه. يلا يا بطل يلا يا بطل بالعشرينات اقرب لك اياها بالعشرينات. يلا روح بربع عشان اقول اسميك ما ضبطت بالعشرينات. الله عليك الله عليك الله عليك فورزا 22 مره. الاجابه الصحيحه 22 مره. الف مبروك عليك 30 دينار
كاش مقدم من وزارة الإعلام. برافو عليك ترى. ما غششته يستاهل. ما غششته أماني. سويت غششته. لا مجهودة صراحة. مجهودة. قلت له بالعشرين. قال 22 ما شاء الله أعطانا قبل التايم لا ينتهي بعد بوايد. بعد قلنا له بالعشرينات بعد شناقص. رياضي بس. لا يقول 21 22 23 يصيد. بس واسطتك السمي بعد. على بالعافية. على بالعافية يستاهل. ونبي بعد متصلين أكثر. نبي نعطيهم أسئلة رياضية اليوم. مخرجنا ناصر قاسم بيرجعنا على فقرة الأحرف. الأحرف. نرجع للأحرف. يستاهل. الأحرف والكلمات. يلا. ونشوف من راح يكون معانا. عندك مي. عندك. مي. مساك الله بالخير يا مي. أنا مساكم الله بالنور. مبارك عليك الشهر. علينا وعليك. إيش قاعد تسوين برمضان؟ وين تروحين؟ وين تردين؟ بس زيارة أهل للحين حد الحين. زيارة أهل. حلو ممتاز. عليكم بألف عافية. الله عندك يعني. فكرة عن مسابقتنا حروف وكلمات عدل؟ اي عندي بس مساء انا اسمع تسالون اسئله رياضيه ترى ما ابي اسئله رياضيه حولنا بس الرياضيه عند عبد الله الطليحي خلاص اماني تعطيك حروف والوف على قولتهم بعطيك ان شاء الله شيء سهل وانت قدها وراح تجاوبين قد التحدي ان شاء الله سؤالي راح يكون معاك حرفك حرف التاء مخرجنا حرفك حرف التاء والمكان داخل البيت اعطيني اربع اشياء ما يبتدون بحرف التاء حرف التاء داخل البيت داخل البيت اي شيء داخل البيت يبدا بحرف التاء اعطيني اياه ثياب شو تقول ما اسمع ثوب لا حرف التاء تاء حرف التاء تاء ساعه يعني لا تاء 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 يعني اي شيء بالتاء اه اوكي تلفزيون يلا هاي واحده يلا تمر طاو لا اي تفاح اي برتقال تفاح داخل البيت اي بطيخ يصير تفاح ما يخاف داخل الثلاجه سلمه للاسف على اخر شيء يا جماعه ما قلنا داخل الثلاجه داخل البيت داخل البيت مشينا لها قلنا تفاح عادي مو مشكله بس يا جماعه اي شيء داخل البيت شغلات وايد داخل البيت تبدا بحرف التاء يا جماعه ركزوا شوي ما يخالف ما ظاهر ظاهر مثقلة شوي نعطيهم بريك عشان يفكرون خلنا نعطيهم بريك أماني مشاهدينا طالعين بريك صغير نرجع لكم مع فورزا مستمرين معاكم مشاهدينا بالتحدي والمنافسة في فورزا في فورزا إن شاء الله الكل راح يكون ربحان ويانا اتصلوا على رقم هواتفنا اللي موجودة عندكم بالشاشة تطلع وما عليكم إلا بس تركزون ونبي الرد السريع على 30 ثانية نذكرهم بالرقم 2-2-4-1-2-6-0-2 ممتاز فقرتنا حلو. الحين دول ودولتنا اليوم البحرين الحبيبة بلدنا الثاني عدل يلا مملكة البحرين اليوم سؤالنا كله عن مملكة البحرين وشنو المعالم اللي فيها شنو اعتقد ما في احد فيكم ما راح البحرين الكل راح البحرين ان شاء الله حالات البحرين والكل قد المعلومات اللي راح تنسال يعني بالسؤال وان شاء الله الكل راح يجاوب انا يعني بإذن الله. متفائله خير عبد الله باذن الله نشوف من اول اتصال عاد نشوف من اول اتصال واسئلتنا راح تكون عن البحرين عن البحرين عندنا رائد كلمي الو رائد يا هلا وفي يا هلا ومرحبا فيك رائد بارك عليكم الشهر علينا وعليك تبارك يا رب شلونك رائد الحمد لله طيب والله رحت البحرين اكيد صح لا ما رحت ما رحت البحرين بس ان شاء الله انت قد السؤال وراح تجاوب جاهز ممتاز رائد سؤالنا راح يكون كالاتي ما هو تاريخ الاحتفال بالعيد الوطني لمملكه البحرين راح تبتدي العيد الوطني للبحرين اي نبي التاريخ تاريخ الاحتفال بالعيد الوطني يلا يا رائد يفكر رائد معك تايم معك تايم رائد الو 5-8 لا غلط هو سوى يعني تاريخ الاحتفال بالعيد الوطني لمملكة البحرين اخر 10 ثواني 16 ديسمبر الله عليك الله عليك الف مبروك يا رائد فورزة ألف مبروك تستاهل ربحت 30 دينار كاش مقدم من وزارة الإعلام
هو شوي تردد اول بدايه صح؟ تردد بس الظاهر اكيد يمكن استعان باحد ويستاهل الف مبروك مع انه ما راح البحرين بس انا يعجبوني تدرين منه اماني يعجبوني قروب الديوانيات اي عدل تلقينهم قاعدين طايحين هم هالشاي وهالاكل وهذا مسدحين الشباب شو يطالعون التلفزيون وكلهم يجاوبون مع بعض اي هذا الحلو بالموضوع عاد نبي اللي قاعد يمه جروب نبي تحيه نبي صفقه نبي تشجيع يعني يمه نبي حماس عدل ولا لا؟ اي الحين احنا ربحنا تقريبا كم واحد؟ ربحنا يعني تقريبا اربعه معنا اليوم يستاهلون بعد باقي لنا وايد يلا والكاش موجود الكاش موجود نبي اتصالات ونبي ناس تفكر صح ناس تكون يعني على قولتهم سريعه البديهه بسرعه ما عندك 30 ثانيه على طول طب نقطع الاتصال على طول وين ما تكون بالسياره بالبيت طالع وين قاعد سواء عند ربعك ما عليك الا تتصل وتبادر ترى اسئلتنا حلوه وخفيفه وان شاء الله الكل راح يربح معانا ما حد راح يطلع ان شاء الله زعلان من المتصلين او يعني خلينا نقول يستصعب اي سؤال لا ترى اسئلتنا وايد سهله وما زلنا موجودين باطار دول بالبحرين لازلنا موجودين بالبحرين ايش رايك بالحلوى ما زلنا بالبحرين حلوى البحرين حلوى البحرين من ماكل شويطر قاعد اقول لك هاي ساعه شويطر لازم نحلي الله 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 كنا عندنا اتصال قال لنا ناصر عندنا اتصال خرجنا حنان مساء الخير يسعد مساك هلا والله عبد الله شلونك اخبارك شهر علينا عليك اخبارك الله يسلمك شهر رمضان وياك حنان يهبل صدق كلامك حلو يهبل بس هذا كل اول بدايه بعد ان شاء الله 15 يوم ان شاء الله يكون يهبل بعد حس راح تعبين 15 يوم بعد احلى القرقعان يحلك الله باذن الله تعالى زين حنان عارف نظام مسابقتنا؟ ايوه عارفته احنا اعتمادنا كل البرنامج اسئلتنا او سواء الاحرف والكلمات كلها على 30 ثانيه نعم. سرعه بديهه وتركزين معانا وتسمعين عدل وتوطين على الصوت تركزين بالتليفون بس ان شاء الله مستعده؟ زين احنا في اطار البحرين لا ما زلنا في البحرين اوكي سؤال الرابع عطني اياه المخرج سؤال الرابع اذكر ثلاث من اشهر الحلويات القديمه والتي تعرف او مشهوره فيها مملكه البحرين اعطيني الحلوى اي معروف السمبوسه الحلوه الله اوكي بعد والسمبوسه الحلوه اوكي وبعد في واحده مشهوره متاي وبعد قاعد اقول حلويات حلويات حلوى شو اسمها البحرينيه شو اسمها مشهورة شويطر اوكي بعد واحدة حلو بعد واحدة عصي عصيدة عصيدة الله عليك الله عليك الله عليك الله عليك مبروك تستاهلين يا حنان مبروك مبروك فورزة يا حنان ألف مبروك عليك 30 دينار كاش مقدمة من وزارة الإعلام ترى هي الإعلام هي على طول ترى قالت صح الأسئلة بس هي ردت قالت حلو بحرينية أنت قلتها تقصد أنه حلويات شويطر حلوى شويطر من أكيد. أشهر الحلويات في البحرين اللي روح البحرين ما يأكل شويطر هذا ما عنده سعر هذا أمس أنا ماكله حلوى صدق لازم ما نبي لنا شوي تستاهل طاقم الفريق العمل كامل يستاهلون هذه يعني هذه الاتصالات الحلوة لما نشوف في تفاؤل في حلوية يعني إن شاء الله الكل بإذن الله لما يتصل يعني على برنامجنا فورزة راح يحصل على 30 دينار إذا جاوب الأسئلة بسرعة قبل لا ينتهي التايم لأن 30 ثانية ماكو يدوب يمديك شوي تفكر وعندنا طبعا ربعنا فريق الإعدام إن شاء الله اليومين مثل ما وعدناكم راح يروحون عند المشاهير مشاهر. سواء بالكرة القدم أو مشاهير التلفزيون أو الدراما وراح يكون كل يوم عندنا سؤال اسمه سؤال المشاهير والسؤال هذا راح نطرح لكم إياه إن شاء الله من خلال إنستغرام أو يكون سؤال حلقة وتجاوبون عليه وأيضا تكسبون كاش دينار ينطح دينار وإن شاء الله الجوائز راح تبدون تستلمونها بعد عيد الفطر السعيد إحنا دائما ننوه عشان أكيد البعض يمكن اللي يستلم 30 دينار يقول متى أخذ فلوسي بعد عيد الفطر السعيد إن شاء الله راح يجي وزارة الإعلام ويستلمهم نرجع أحرف يلا نرجع الأحرف عندنا وعندي أنا سؤال عن الأحرف إن شاء الله يكون سهل والمتصل حرف الحاء أنا ما خذيته كهم موجود حاء سهل حرف الحاء إي بس خلينا نشوف المتصل وراح أخذه منه وسهل والله سهل بعدين هذا السؤال بناتي ها بناء اي والله راح يكون عندي حرف الحاء وان شاء الله تكون اللي هو برقم 5 هذا اذا دقت عليك واحد على طول شو اسمه ممتاز راح يكون معنا اتصال الو سعود ما ينفع الو سعود خلينا نجرب سعود مساك الله بالخير سعود علينا وعليك الله يسلمك شلونك خير الله يسلمك مبارك عليك الشهر علينا وعليك تبارك شلون رمضان وياك والله الحمد لله تمام اجواء حلوه وخفيفه عدل أكيد. ممتاز حلو مستعد حق المسابقة سعود عندك فكرة عن المسابقة إن شاء الله حلو نعطي حرف الحاء عطي الحاء يستاهل حرف الحاء يلا سعود ركز معاي وانتبه حلو حرفك راح يكون حرف الحاء خمسة سعود. حرف الحاء والمكان أوكي. صالة استقبال حريم عطني أربع أشياء صالة
تبتدي بحرف الحاء. اي صالة استقبال الحريم. حريم. اوكي حريم واحد روح. ممتاز. حب. شنو؟ حب. حلو. حلو. يصير صح حلو صح. اوكي حب. بعد واحدة. حمرة. الله عليك الله عليك الله عليك مبروك 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 30 دينار كاش مقدمة من وزارة الإعلام. فورزة أنت فورزة ما شاء الله عليك جاوب بسرعة سريع عطاش على طول حمراء هذا طبعا اليوم حجاب حذاء حنة حوش حوراء حور وايد إن شاء الله صار استقبال الحريم وما شاء الله هو ما قصر عطانا بسرعة ويستاهل وفالكم طيب إن شاء الله بس اتصلوا وراح تحصلون 30 دينار كاش بعد عندنا جوائز عندنا جوائز بس نطلع فاصل بعد نطلع فاصل, فاصل أماني نطلع إذا فاصل بريك نريح شوي ونرجع إن شاء الله مع فورزة معسكر الجيش اي شيء بالمعسكر مال الجيش يبدا بحرف العين ومعاك 30 ثانيه روح على رجال واحد يلا روح واحد عميد 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 الله عليك الف مبروك فوزة اسطوره في الملاكمه توفى قبل يومين ايه جاهزه محمد علي كلا الله عليك الف مبروك الف مبروك فوزة من حصل على لقب هداف بطولة كأس الخليج الثالثة والتي أقيمت في الكويت عام 1974 جاهزة؟ وايدة. يعقوب. الله عليك. الله عليك. الله عليك. الله عليك. ألف مبروك. ألف مبروك. مستمرين معكم مشاهدينا بفقرات برنامجنا برنامج المسابقات الجماهيري فورزة فورزة ومثل ما عودناكم اكيد بفقراتنا مثل ما قلنا اسئلتنا ومسابقاتنا راح تكون مثلا حروف وكلمات مسابقه رياضه او الدول كل يوم دوله بس في ركن الطيبين يا ترى شنو مجهز لنا ركن الطيبين في اشياء شوف اللقطه يعني طيبه واشياء وايد حلوه بس صعبه الله يعينكم شوف شوف اللقطه ها ناصر اخذ لنا احنا كلوز هني لقطه ها شوف هذا طبعا راد وقديم أي. اوكي بس ما راح اقول اسمه وهذا الشيء الموجود هنا وهذا جواز الله عليك تبي تسافر وهذا ما ادري حق شنو الاجابه راح تكون طبعا كلهم الادوات هذول اصليين من عدل. التراث الكويتي ونشكر ايضا مره ثانيه الباحث الكويتي الاستاذ محمد علي كمال يعطيه العافيه اللي جاب لنا هذه الاقراب امانه يعني شيء لما يكون حلو كذا موثق تراثي يعني شيء نفتخر فيه نفتخر يعني تراث اجدادنا هذا عدل. اوكي وبنفس الوقت الحين يمكن من بعد يعني فترات واجيال
يعني أماني قامت تصير شغلات هذه صعبة. يمكن الحين لو نتصل على أو نأخذ اتصالات من المشتركين معانا اليوم صدقيني إلا جيل الطيبين يجاوبون علينا، غير جيل الطيبين مشاهدين اليوم ما أعتقد راح يجاوب على هالشغلات هذه، لكن نتمنى اللي راح يجاوب عليها راح يحصل على 30 دينار كاش. ونتمنى حتى لو الجيل الحالي ممكن يتصل علينا تليفون أمك أبوك يدك، خلي يكون يمه أبوه يده بس أحد يساعدك إن شاء الله من خلينا نقول جيل الطيبين، وما راح يقصرون معاكم لك 30 فالك طيب 30 دينار كاش. أشياء أنا وايد سهلة إن شاء الله وراح تكون سهلة وبسيطة بس تفكر. عبد الرحمن يعطيك العافية. السلام عليكم. وفايد شلونك؟ مساك الله بالخير. شو أخبارك؟ مساك الله بالنور. كيف الحال؟ شلون الصحة؟ بارك عليكم الشهر إن شاء الله. علينا وعليك. شو أخبارك؟ كيف الحال؟ طيب. شو رمضان معاك تمام؟ منورين الشاشة. يا بعد عمر تسلم، شكلك بالديوانية اليوم. اي والله الربع ناطرين الجائزة. حلو، بإذن الله تكون الجائزة من نصيبك و30 دينار كاش من نصيب. بس ها اليوم احنا في ركن الطيبين مثل ما انت شايف عندنا ادوات قديمة بنسألك عنها، اذا جاوبت تربح. والله ركن الطيب صعب علينا الظاهر. لا ما احنا توني قاعد نسولف، قاعد اسولف يا جمالي توه. صح اقول الجيل الجديد الحين نسوي الشغلات، انا الشغلات هذه بالعكس نبيك انت تذكرها وتذكر في اخوانك الصغار وجيل بعد جيل ما نبيها تروح. صحيح. عرفت شلون؟ يمكن ربعك يساعدونك. ربعك يساعدونك لسه ما قالت أماني. نتمنى يعني الربع قاعد يصورون الظاهر يضحك. حبيب قلبي شوف خليك ويانا الحين، أنا بسألك سؤال الحين على الرادو في البداية. زين الرادو هذا قبل شنو كان اسمه؟ ومعك 30 ثانية يلا روح فكر. الرادو هذا شنو كان اسمه قبل؟ شكله لا لقب معين. شوف شكله طالع من قدام. هو اسمه رادو بس هو رادو. رادو شنو؟ والله ما ادري. السؤال صعب حيل. فكر فكر. 10 ثواني فاجي لك. 10 ثواني اسرع حاول اللي يمك تعاني الصديق. 5 4 3 2 1 0 هارد لك هارد لك. مع الاسف يعني ما اقدر تجاوبه، احنا ما راح نقول شنو اسمه لان هذا الشيء نبي الناس تقول امانه امانه يعني شيء تراثي نستفيد ونبي بالفعل ناخذ المعلومه من شخص عارف بالفعل اسم هذا رادو من جيل الطيبين. بس احنا امانه ما نبي الناس تكره ركن طيبين، ترى ركن طيبين حلو يا جماعه بس ترى صعب ويفيد. صعب ويفيد. احنا نبي الفايده. ايه؟ وراح نسال بعد خلينا نشوف المتصل ويانا يمكن ننوع يعني بالاسئله. عندك سامي؟ عندك سامي. سامي مساك الله بالخير يا سامي. الو يعطيكم العافيه. يعافيك ربي كل عام وانت بخير. وانت بخير سلامك يا رب. يسلمك يا رب. شلونك مع ركن الطيبين؟ ان شاء الله زين. معلوماتك ان شاء الله تكون ممتازه. في احد يمك يساعدك ولا بروحك سامي؟ لا لا بروحي. بروحك يلا ان شاء الله قدها. اي مواليد سامي؟ 92. ايه ما تدري لك طول العمر ان شاء الله. بس ان شاء الله تجاوب عن اسئلتنا اليوم ركن الطيبين، يعني الشغلات كلها قديمه حيل بالخمسينات والاربعينات. يلا توكل. يلا خلينا نشوف يمكن سامي يجاوب ويصدمنا. يلا يلا سامي راح اسالك هذا شنو شنو هذا شنو شو اسمه وعلى شنو يستخدم؟ اي واستخدامه حق شنو؟ وينه هذا يا سامي؟ بيد اماني بيدي. هذا راديو فيليب. اي ايام الطيبين. مو راديو. شوف شوف هلا هذه الاداه ايام ركن الطيبين شو يسوون فيها وشنو اسمها؟ يسوون فيها اي اي شنو اسمها؟ اسمها حق المحار. تلقيت محار. الله 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 عليك مفلاق. صح والإجابة صحيحة 100%. ألف مبروك عليك. وفورزة فورزة تستاهل. ألف مبروك يا سامي. ألف مبروك يستاهل فعلا. هذه مفلاق اللولو اسمها مفلاق اللولو. شوفوا قديمة ومصدية وأصلية أصلية مفلاق اللولو. الاستاذ محمد علي كمال ما قصر ويانا يا ابننا شغلات يا جماعه. شوفوا ها بصديه اصليه يعني هذا اللي استخدمها يمكن بسنه 50 يمكن اتوقع ايام اللولا ايام الطيبين. ها عدل تراثي بعد ايام الطيبين واحد يحتفظ فيها. الف مبروك عليك. 30 دينار كاش مقدمه من وزاره الاعلام. صدق قلت لك صدمني. 92 مواليده جاب الشغلات بالعكس هذا شيء حلو. برافو عليه ما شاء الله عليه يستاهل. نبي صدمات بعد نبي اتصالات وتصدمونا بركن الطيبين. نبي الجيل الحالي بعد عندنا اسئله كثيره. مشاهدينا مكملين معاكم بفقرات فورزا بعد هذا الفاصل الاعلاني.
عندنا شوفي للحين عندنا جواز ابو خيشه اجمل. مستمرين معكم مشاهدينا بفقرات فورزا. مثل ما شفتم الساعة فاز ويانا اخونا ما قصر، كان جاب وايد سهله وقلنا هذا مفلاج للمحار عدد. وعندنا للحين ما زلنا احنا موجودين ومستمرين بفقره ركن الطيبين. فقره ركن الطيبين وانا معي هالجواز هذا، وسؤالي راح يكون على الجواز، بس خلينا نشوف من المتصل. متصل او متصله معانا راح اسالها ايام الطيبين شو اسمه هالجواز هذا ونقول الو. ابرار عندك؟ ابرار الو. مساك الله بالخير ابرار حبيبتي. مساك الله بالنور. مبارك عليك الشهر. علينا وعليك يتبارك ان شاء الله. حبيبتي بعد قلبي. أبرار شلون شو معركنا الطيبين وأيام الطيبين؟ عندك معلومات؟ يعني تقريبا. يلا إن شاء الله أنت قدها وقدود. شو رمضان وياك أول شيء يا أبرار؟ كم من رمضان شلون وياك؟ والله هو خفيف بس حر صراحة. حر والله سبحان الله صادق حر. حر. الله ما يقدر يطول النهار. كله بأجر إن شاء الله. أبرار في أحد يساعدك يمك أهلك؟ ايوه يمي اهلي. ممتاز حلو. اذا سؤالنا راح يكون عن هالجواز، وش اسم الجواز هذا يا ابرار؟ ايام الطيبين. شنو يطلق عليه؟ هذا؟ اي هذا الجواز ايام الطيبين، ايام الجيل الطيب. جواز كويتي قديم، قديم بحت. الجوازات القديمه جواز. واصلي بحت ومعاك للحين 13 ثانيه. تراثي بحت بعد. يلا يا ابرار ثمان ثواني اسرع. ايش كانوا يسمون الاوليين؟ اجازه سفر ما ادري. لا. لا. لا 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 اسم ثاني. هم ايام جواز بو بس ما راح اقول. هارد لك هارد لك هارد لك يا ابرار. ابرار عدل ابرار هارد لك يا ابرار. ما حالف الحظ، نتمنى ان شاء الله تشارك معنا مره ثانيه وتربح معنا 30 دينار كاش. ترى شوفي هذا شوي صعب يعني نشيل صعب. لما استلعت هذا شايك احنا ما راح نشيل، بس هذا جواز كويتي قديم من اقدم الجوازات. لا اسم يعني الجيل الطيبين كانوا يسمونه اسم معين. اسم معين. سألوا الحين ونرجع ناخذ اتصالات من جديد. ناخذ اتصالات ونشوف يمكن احد يجاوب. بعد عندنا شغلات وايد الحين. الرادو ما حد جاوب عليه. الرادو اي انا يعني الرادو ان شاء الله خير احد راح يجاوب على الرادو او الجواز. اي معنا اتصال. لازم الناس الحين كلهم يدقون على محمد كمال. لازم كل اتصالات الحين على الاستاذ محمد كمال. محمد كمال راح يجاوب لكم على كل اسئله. تاخذون الاجابه منه لان هالاجابات هذه ما راح تحصلونها باي مكان. فاطمه هلا والله يعطيك العافيه. الله يعافيك. مبارك عليك شهر. شهر رمضان وياك. علينا عليك تبارك. والحمد لله تمام. تمام كل شيء تمام. الفطور شلون؟ اوكي فتره متفطره زين الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. تعرفين نظام مسابقتنا ولا فهمتي اياه؟ لا فهمني. احنا الحين في ركن الطيبين. ايه؟ ركن الطيبين شنو يعني؟ اسئله كلها تراثيه قديمه ومعانا الحين كم شغله قديمه بسالك عنهم وابيك تقولي لي اسمهم. ايش كانوا يسمونهم الطيبين قبل؟ عاد ترى انا ما لحقت على الطيبين. واحنا ادري ايش ما لحقت على الطيبين. نبي معلوماتك يعني نبي نضيفها حق معلوماتك، بس ان شاء الله في احد يساعدك في احد يمك. نبي نسوي ريفرش حق المعلومات. بس انا صرت خاطري يعني. والله صرت خاطري حرام. زين شوفي 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 بقول لك شيء. يلا رادو قولي لي. لا لا بسالك عن هذا. شوفي ها خليك طالع علينا مخرجنا الحلو. شفتي ما قاعد اشوف. ما عندي تلفزيون. لا شو ما عندي تلفزيون شو راح تجاوبين عيل ركن طيبين؟ عيل بالسياره هي عدد. اي انا بالسياره. زين ابسالها سؤال. ابسالها سؤال. ابسالها سؤال. خلونا يا جماعه خلونا بالبحرين، مملكه البحرين. اوكي معاي مملكه البحرين. السؤال الخامس معاي انتي؟ معك. اوكي ما هي المنطقة التي اشتهرت بصناعة الفخار في منطقة البحرين في مملكة البحرين عفوا؟ معك التايم. ما 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 هي اشهر منطقة؟ اشهر منطقة كانت تصنع الفخار في مملكة تصنع البحرين. الفخار اي البحرين. منطقة ركزي اسمها أسرع. بساعدوني. تبدا بحرف العين. عين الف. يلا ساعدتك. عين الف. يلا 10 ثواني ترى. ع اسمها ها. يلا ركزي ركزي ما بقى شيء. ما بقى شيء ما بقى شيء. نو تايم نو تايم نو تايم. هارد لك. انا وايد ساعتها وايد ساعتها. يلا ما يخالف مخرج عصب علي ترى عشان يلا مخرج قال خلاص يعني احنا قاعدين نساعد وايد
فمشاهدين والله اسئلتنا سهله يا جماعه، حتى احنا غيرنا سؤال طلعنا من ركن الطيبين عشان خاطرها رجعنا على اسئله الدوله والبحرين يا جماعه، يعني خليج خليجنا واحد وكل خليجنا يعني كل شغلاتنا متشابهه بصراحه يعني عدل صح، وما يخالف تقدر تدق مره ومرتين وثلاث، وان شاء الله الفايزين راح يحصلون على الجوائز النقديه، ونقول لكم الكل راح يكون ان شاء الله معنا ربحان، وفالكم طيب لا تحاتون لا توتر ولا تردد، بس عليك انك انت تركز. عندك فارس عندي. فارس يا هلا ومرحبا فارس، شلونك؟ خير الله يسلمك. يسلمك يا رب، شلون رمضان وياك؟ والله ماشي. ماشي زين، شنو الطبق المفضل عندك على الفطور؟ الله تشريب. تشريب على كل الناس تشريب. اساسي تشريب وبيمتو. هذا اهم طبقين، عسى ما كثرت بس عشان ترد على سؤالنا. لا كثرت. زين مخفف شوي. فارس شلونك مع رفقنا الطيبين؟ والله زين. زين، ان شاء الله انت قدها. فالك ان شاء الله الفوز باذن الله 30 دينار كاش. سلام. راح اسالك عن الاداه هذه ايام الطيبين، شنو كان يسمونها؟ وين هي اداه؟ قاعد تشوفها؟ اي قاعد اشوفكم، بس صوت قبل الصوت. ما اسمع. قرب لك اياها، شوف مخرجنا ما قصر. ها موجود. ايام الطيبين. لفطام. عيد 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 عيد، شنو قلت؟ لفطام. لفطام. إيه وإجابتك صح روح فورزة. ألف مبروك عليك الإفطام، الإجابة الصحيحة. وهذه طبعا خلنا أوضحها للناس، هذه طبعا اسمها الإفطام، كانوا يستخدمونها الغواصين قبل، يحطونها بالخشم عشان ينزل ويغوص على اللولو. ألف مبروك عليك 30 دينار كاش مقدمة من وزارة الإعلام على طول. يعني شوفي بس شافك قرب الكاميرا قرب الكاميرا قرب الكاميرا جابها صح صح. يستاهلوا عليه بألف عافية، وإن شاء الله أنا متفائلة خير. اليوم راح نخلص ركن الطيبين. أنا ودي أخلص ركن الطيبين كله، باقي لي ها باقي لي الجواز وباقي لي الراديو، ما خلص. إن شاء الله تشوف الاتصال الجاي، وأنا راح أقول إنه راح يجاوب يا راديو أو الجواز الموجود عندنا. أتمنى 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 يكون الاتصال الجاي عاد يجاوبني عن يعني هالأسئلة اللي هم والله نشوفهم سهلين أماني. سهلة أو أنا متفائلة خير، وأسئلتنا ترى وركن الطيبين ترى وايد حلو وخفيف، ومنها معلومات لكم، يعني إحنا نتمنى كثر ما نقدر. أيام قبل إحنا ما نستغنى على تراث أجدادنا وأبائنا، فحلو الواحد إنه يجدد معلوماته ويعرف بعض المعلومات خصوصا الجيل الحالي. يعني من الآخر اللي بيدش مسابقتنا وبيشترك يقعد دوانية يقعد له مع شيبان. أيوة. ويتصل تليفون ويقول ابي ركن الطيبين. بس من يوصل ركن الطيبين طال عمرك يقعد مع شيبان، اسالهم سؤالين شيبان بيجاوبون. بس عدل هذا هو. فان شاء الله راح تكون اسئلتنا سهله ومعنا اتصال. لا قبل لا ناخذ اتصال خلينا نطلع فاصل صغير مع فورزا ونرجع لكم. ايهما بدا اولا، بطوله كاس العالم ام بطوله كره القدم الاولمبيه؟ كرة قدم أولمبية. الله عليك الله عليك، ألف مبروك. جاهزة الأطلسي. قبل التايم كنت نجاوب. قبل التايم جاوبت إن شاء الله عليك. قبل التايم ألف مبروك ألف مبروك. تستاهلين. أبي منك تركيز، حرف التين والمكان داخل غرفة الطعام. عطنا السؤال يا عادل مسوي. لحظة داخل غرفة شنو؟ غرفة الطعام. فورزة عليك بالعافية. فورزة منال الكاش 30 دينار من وزارة الإعلام. عليك بالعافية. جاهز؟ يلا روح مع عقارب الساعة يا يوسف. صح فورزة يبا ألف مبروك 30 دينار. من استضافت بطولة أمم أوروبا لأول مرة؟ يلا فرنسا. الله عليك الله عليك على تذكير أي سنة. مبروك فايز 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 فايز. ما الاسم الذي يطلق على الدوري الألماني لكرة القدم؟ الدوري الألماني. جاهز؟ البوندسليغا. جاوب جاوب على طول. البوندسليغا. ألف مبروك قبل التايم كسر السكور 30 ثانية. مكان معسكر الجيش. أي شيء بالمعسكر مال الجيش يبدأ بحرف العين ومعاك 30 ثانية. روح على رجال واحد. يلا روح واحد. عميد عميد عميد. الله عليك ألف مبروك فورزة. أسطورة في الملاكمة، توفى قبل يومين. إيه جاهزة؟ محمد علي كلام. الله عليك ألف مبروك ألف مبروك فورزة. من حصل على لقب هداف بطولة كأس الخليج الثالثة والتي أقيمت في الكويت عام 1974؟ جاهزة؟ يعقوب. الله عليك الله عليك الله عليك الله عليك. ألف مبروك ألف مبروك.
مستمرين معاكم مشاهدينا مع التحدي والمنافسة في فورزا. في فورزا ما راح تكون خسران، راح تكون انت الربحان. اتصل معنا وركز ورد علينا بسرعة، 30 ثانية حق كل سؤال. خلينا نذكر مشاهدينا بأرقام هواتفنا. نذكر اكيد أرقام هواتفنا 22416022، هذا رقم التليفون. ما عليك إلا تتصل، واذا شفته مشغول اتصل اتصل لما يمسك معك الخط وتشارك ويانا. ربعنا القويين فريق الاعداد ما راح يقصرون مع اي احد، نايف النعمة، عادل المسوي، شباب كلهم، مخرجنا ناصر قاسم، كلهم ما راح يقصرون معاكم، وعادل المسوي اكيد مخرجنا، اكيد يعطيهم الف عافيه. الحين انا ما راح اطلع من ركن الطيبين، ما راح نطلع، ما زلنا في ركن الطيبين. عندنا الرادو وعندنا هالجواز هذا يا جماعه، جواز قديم، ها مختوم عليه كويتي، كان مثل ما انتم شايفين جواز كويتي قديم من الجوازات القديمه. لا سؤال، ها الله، سؤالنا يقول مشاهدينا، سؤالنا الجواز هذا ايش كان يسمونه ايام الطيبين؟ عدل فكره وسالوا، ها يمك احد، اهلك، يدك، وهذا الرادو بعد عندنا ابتسام، شو تجاوب امانه؟ عندنا ابتسام، مساك الله بالخير ابتسام. هلا حبيبتي، مساء النور. الله يسلمك، مبارك عليك الشهر. علينا عليك حبيبتي. شلون رمضان معك ثاني يوم؟ الحمد لله حلو. حلو، صيام خفيف عدل؟ عدل. والفطور دسم ولا خفيف؟ لا خفيف. زين حلو، عي راح تجاوبين ان شاء الله وانت قدها ابتسام. ان شاء الله حبيبتي، احنا للحين بركن الطيبين وان شاء الله فالك الفوز. اجاوب على الراديو. حلو ممتاز. زين الرادو هذا، سمعنا الرادو، ظهر مذهب الجدارة. تستاهل تسأل، إذا مجهزة تستاهل. شو اسم الرادو أيام الطيبين؟ ماما تقولي تلفينكن. اسمه؟ تلفينكن. لا يمكن هذه، يمكن ماما الله يحفظها قصدها أن الماركة مالته هو، لا اسم، لا اسم شيباننا قبل، أمهاتنا جداتنا كانوا يسمونه اسم معين، يسمونه رادو أبو. لا لا اسم. يلا فكر، عندك 10 ثواني. لا كاسم الرادو ابو، قاعد نساعدك والله، ما باقي شيء. يلا اسرع اسرع. ها ابو، حاولي تركزين شوي. شيء بالويه ابو. سلي الوالده. شيء بالويه. بالويه؟ اي والله اشرتك امان، وانا اشرت لك والله العظيم اشرنا لك. هارد لك هارد لك، ما حالفك الحظ، ان شاء الله تشاركين معنا مره ثانيه وان شاء الله تكونين فايزه. شوف يعني هي قالت رادو، الظاهر يمكن تقصد ماركه الرادو. يا جماعه احنا ما نقصد الماركه، شيباننا قبل كان يسمونه اسم، كان يسمونه رادو بو. لا اسم عدل، يب رادو بو، فلا اسم معين، بس يمكن احد انتبه علي ولاحظ الاجابه، يمكن يجاوب على السؤال. ما انت جاوبتي انت الحين، بس احنا خلاص. انا جاوبت عاد منو الحين؟ اي بس احنا الحين اماني نبي نرجع، نبي الجواز. الجواز نبي نسافر. محمد. الو السلام عليكم. مساك الله بالخير. وعليكم السلام. بخير، مبارك عليك الشهر. اهلا عليك، شلونك؟ كيف حالك؟ طول عمرك. الله يسلمك، شلون رمضان وياك؟ والله يزق الحمد لله. محمد. محمد حبيبي، اخر مره ختم جوازك وين؟ باي دوله؟ وين مسافر؟ انا ايه اندونيسيا. وين اندونيسيا؟ الله، عاد يقول لك هناك طبيعه، ها بس رطوبه شوي. ما شاء الله الجو حلوه عالميه، رطوبه، ها فيها رطوبه شوي. ايه ايه زين محمد حبيبي، احنا عندنا الحين برنامجنا، اي سؤال اسالك اياه حدك 30 ثانيه، عندنا اجابه 30 ثانيه بس، اوكي؟ واحنا الحين في فقره اسمها ركن الطيبين، اوكي؟ على الرادو، خلنا على الرادو، ما يصير تدعي على الرادو، الرادو احنا ملمحنا قبل شوي، ما يصير. هذه الاجابه. لا الحين مخرجنا اعطانا الحين الجواز، انا بسالك على الجواز، ترى سهل، اوكي؟ ترى سهل. ابو علمين؟ ما اسمعك. ابو علمين؟ لا مو ابو علمين، تايم شغال، يلا انا بقرب لك اياها شويه، بصير طيب وياك محمد. ابو علمين؟ هو يسمونه بو على الملمس ماله. بو شنو؟ شوف الملمس؟ ملمسه خشن. لا على الملمس. ها بو شنو؟ ها بو؟ بو؟ كمل. بو؟ شيء خشن، يلا قربها له. شيء خشن. حرف الخاء. بو؟ ها قالت لك حرف الخاء. بو؟ شيء نحط فيه عيش. بو خاء. ها جاوبت لك. بو حاء. لا. الله عليك، الله عليك، ما حالفك الحظ يا قاعد محمد، والله ساعدنا والله العظيم، وقاعد يزفنا ناصر قبل شوي وعادل مسوي. للاسف كنا بنربحكم، بس الظاهر ما ركزوا ولا انتبهوا، او يمكن يكون يعني وضحنا ماني، قلنا الجواز ملمسه، قلنا بعد قلنا خشن، بعد قلنا حرف الخاء، قربناه بعد شنو شيء قلنا فيه يشافي العيش، بعد شو نسوي؟ يلا ما يخالف، هاردك ان شاء الله وفالكم طيب، تفاءلوا بالخير واتصلوا. شوفي نواف اماني، معنا نواف. الو
هلا يعطيكم العافية. الله يعافيك يا نواف. كل عام وانتم بخير إن شاء الله. وانت بخير وصحة وسلام ومبارك عليك الشهر. علينا وعليك تبارك. الله يسلمك. شلون أجواء رمضان وياك أول يوم؟ والله الحمد لله تمام. كل شيء تمام؟ كل شيء تمام. عسى دوم يا رب إن شاء الله. الله يطول عمرك. شلونك مع ركن الطيبين؟ والله تمام إن شاء الله. تمام حلو ممتاز. يعني معلوماتك إن شاء الله تعطينا الإجابة على طول. بإذن الله. انتبهت ويانا أكيد. انتبهت حلو ممتاز. اوكي هذا اللي نعطيك عيل الرادو. انزين عطني رادو ايام الطيبين شنو يسمونه؟ شنو يطلق عليه ايام جيل الطيبين؟ الله عليك فورزة فورزة. مبروك تستاهل 30 دينار كاش من وزارة الاعلام. يستاهل ألف مبروك يا جماعة. نقول حق الناس اللي خسرت هذا الرادو كيسمونه شيبانا قبل الرادو بضروس لأن شكله ضروس. ها شفت ضروسه من قدام؟ ها ضروسه يسمونه رادو بضروس أيام الطيبين. إحنا ما لنا شغل ماركته. إحنا نقول شيبانا إيش كان يسمونه قبل؟ يسمونه رادو بضروس. خلاص خلص الرادو نقطة شيء ولا نخليه؟ لا خلي تراثي الواحد يعتز. علينا أستاذ محمد. أكيد هالأشياء التراثية الحلوة الواحد اللي يعتز فيها ويفتخر فيها أيام جيل أجدادنا وأبائنا الطيبين. عاد نتمنى عاد من الأستاذ محمد كمان إن شاء الله دائما يعني في كل حلقة في ركن الطيبين يبلن شغلات تراثية قديمة كذي على أساس نستفيد فيها خلال فقراتنا بإذن الله وراح يثرينا بهالأشياء الطيبة. وبنشوف بعد يمكن مشاركينا أكيد عندهم بعض المعلومات اللي راح تفيدنا والبعض الآخر. عاد الله يعينكم أنت وحظك. شنو السؤال اللي كعب ما يندرى؟ إنزين إحنا تبي نقول سؤال الحلقة ولا نختم لأن ترى وصلنا لختام البرنامج. يلا وصلنا للختام. ما شاء الله ساعة طارت بسرعة. طارت بسرعة. ونقول ألف مبروك للي فازوا معنا فورزة 30 دينار من وزارة الإعلام. ونرد نقول لكم تقدرون تأخذون 30 دينار كاش بعد عيد الفطر السعيد بإذن الله. بإذن الله تعالى. مخرجنا انتهينا ولا نكمل؟ إذا مشاهدينا انتهت حلقتنا لهذا اليوم. نشوفكم غدا بإذن الله تعالى في فورزة. نشوفكم إن شاء الله باكر بنفس الحزة مع فورزة. اسمحونا على خير.